الرحمن الرحيم. سيد محمد العرج النائب الثالث لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس. هذا النهار كان عندنا واحد اللقاء، واحد القافلة تحسيسية ثانية للانخراط في نظام التغطية الصحية الإجبارية. كان عندنا في الملحقة ديال تازا، وهذا اللقاء تبازا على تحسيس للتجار والصناع والخدماتيين من أجل الانخراط في التغطية الصحية، في التغطية الإجبارية الصحية. وهذا اللقاء هو ثاني لقاء تواصلي من اللقاء الأول اللي كان في هذا لقاء تواصلي ديال السنة ديال العمل اللي كان ما بيننا وبين الشركاء ديالنا اللي هما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مندوبية الصناعة والتجارة، والمديرية ديال الضرائب، اللي كنشكروهم على هذا المجهود. وهذا اللقاء كان وهذا العمل هذا هو تقييم لذاك الشيء اللي عطاوه التجار من ملاحظات ومن مشاكل اللي كيستشروا بها صندوق الضمان الاجتماعي، وشرحوا لهم وفهموهم. وزيادة على هذا لقاء ديال هذا اللقاء، هذا التغطية الصحية الإجبارية كتجسد الرؤية ديال صاحب الجلالة من أجل تحسين الظروف الاجتماعية لجميع المغاربة. وحنا كغرفة منخاطين في هذا العمل هذه مدة عام بالشراكة مع الشركاء ديالكم، الشركاء ديالنا. وبالنسبه اللي كنشوفوا كان واحد الحضور وازن عندكم هنا في مدينه تازا، كيفاش كتقيموا هذا اللقاء هذا وهذا النتيجه ديالو؟ هذا الحضور كان كيرجع للعمل كله، هما الموظفين ديال الغرفه اللي تجندوا من اجل باش يحضروا هاد الناس كلهم ويطرحوا هاد الأسئلة كلها، لأن أصلا هنا في تازا كان عندهم مشاكل مع هاد مع الصندوق الوطني، خصوصا التجار ديال القيصرية ديال الذهب. وجاو هاد النهار وعرفوا بأنه استفسروا وطرحوا المشاكل ديالهم، وفهموهم بأنه كاين واحد المرسوم اللي خرج باش غادي يقدوا لهم باش يسوي لهم الوضعية ديالهم. وشكرا.